اسمحوا لي اسال انا بقى، لان ده بالنسبه لي موضوع جديد. ايه اغرب مواصفات ان كانت من العروسه او من العريس لزوج المستقبل او لعروسه المستقبل؟ انا بالنسبه لي في حد طالب مني عروسه تقبل التعدد بعد الجواز. لا بتعرفي لقيتي عروسه تقبل يعني هي هتكون الاولى بس مش هتكون الاخيره. اه يعني تعمل حسابها انا هتجوز عليها. يعني في اتنين تلاته جايين بعد منها ولقيتيها فلازم تبقى موافقه من اولها كده. لا ده صعب طبعا، ده صعب. ما دي من ضمن الحاجات الغريبه. قلت له يعني؟ قلت له صعب، انا ما اضمنش يعني البنات ما يعني ما فيش حد متهيألي ان هو يرضى بكده يعني، الا لو كان هي عندها مبدا التعدد، يعني هي كانت زوجه قبل كده مثلا ومطلقه وعندها ظروف. على فكره انا بسعى في جواز الزوجه الثانيه. انت ليه بقى بتقبلي يعني فاطمه ما بتقبلش؟ انت ليه بتقبلي تجوزيهم جوازه ثانيه؟ مش ده خراب للبيت الاولاني؟ ما هو انا كان الاول بيتقال لي كده وكنت مصدقه ان ده خراب للبيت الاولاني، بس لما لقيت الطرف الاخر متوفر، يعني انا عندي سيدات انسات ومطلقات بيقبلوا ان هم يكونوا زوجه ثانيه. اي هم يقبلوا، لكن الزوجه الاولى اخبارها ايه؟ ما هو اكيد اللي بيعمل حاجه ما بيعملش من ورا الزوجه الاولى، وبيبقى عنده اسبابه واسبابه القويه كمان. فريدي كان من وراها. لا من وراها ده مشكلته هو معاها بقى. انا مشكلتي انت مالكيش دعوه. انا مشكلتي بس انا اتفق معاك يا عبير ان هو يكون صادق في البيانات اللي بيقولها لي من حيث كل حاجه، وان هو يكون فعلا بجد عايز يتجوز. انا عايز اسال فاطمه، فكره ان انت واخده انك ما بتجوزيش الزوجه الثانيه، هل مش شايفه ان في تعسف على الزوجه اللي اتطلقت؟ طب ما هي ذنبها ايه يعني؟ افرضي ما عندهاش الاوبشن غير انها تبقى زوجه تانية، انت كواحده في شغلتك طبيعي انك مفروض انك بتسهلي للاخرين، ما بتتحيزيش لطرف عن طرف، صح؟ ما بتحيز. طب ما انت رفضك انك تبقي انك تجوزي زوجه تانية هنا ده تحيز. انا بس عايزه اعرف وجهه نظرك. مش تحيز بس انا شفت كذا موقف ليا وكتير، مش يعني كل اللي بيتقابل قدامي مفيش حد مظلوم يعني. يعني انا شفت كذا حاله ان الموجوده اصلا زوجته اللي على ذمته ممتازه جدا، كويسه جدا، بس ما تعرفيش الداخليات بالظبط. انا الزوجه الثانيه على فكره تعرفيش الداخليات ايه. ما نظلمش الزوجه الثانيه، ما نظلمش الزواج الثاني. مش حاجه والله، بس انا بشوف ده تحترم يعني. هي خلاص هي واخده قرارها، احنا مش هنقدر نغير لها. ولا يمشي غلط، احنا ما نعرفش داخليات البيوت. البيبان مقفله على بلاوي. يمشي غلط دي مرفوضه في كل. طيب يبقى نعمل ايه؟ انا موافقه، انا ارفض. لا مش حابها، بشوف مواقف عندي قدامي لا بيصعبوا عليا خالص. بس انت حطيتي نفسك هنا في مكان الزوجه الاولى وهي تحترم، ولكن برضو انت بما ان انت بتشتغلي مع الطرفين فانت ما بصيتيش الزوج. ممكن يكون هي انت بالنسبه لك هي كمل في كل حاجه، بس هو في مشكله ما هو عنده حاجه تخصه. هو اتعرض عليا حتى لو هي تعبانه، قلت له حتى لو هي راقده على السرير انا مش هقدر اجيب، يعني انا ذات نفسي مش هقدر ان انا اتصدى له. خلاص ده تحترم. استاذه معاشه، انت قلت انك زوجه ثانيه؟ انا زوجه ثانيه عشان كده بس ما خدتهاش يعني. ما خدتهوش لما اتجوز. لا امال ايه؟ هو كان خاطب وقري فتحته وانا ما كنتش اعرف، ففضلنا علاقه 4 سنين. وبعدين هو ما بيني وما بين جوازها سنه واحده وما سابنيش، قال لي لو اتجوزت 10 هاخدك. فهو ده نصيبي. ايوه بس هو اتجوز، بس الراجل محترم. وقال لك؟ وقال لي. والتانيه عارفه؟ والتانيه عارفه. طيب الاولانيه بقى، انا التانيه الاولانيه عارفه. لو الاولانيه عارفه تمام. لا البيوت مليانه بلاوي. لا ما نعرفش. لا في والله في. لا لا في، انا شفت في بقى اقليه. هل ده معناه ان هو نغه؟ لا مش نغه يعني، بس هو مغيب ما شاء الله. لا مش مغيب يعني، هو مغيب، هو ما عندوش مخ. لا بيجي بالحنية يعني، هو جيب الحنيه صح كده. هو جيب الحنية. ما فيش واحده تقبل انها تكون زوجه ثانيه غير لما يكون هي ظروفها مناسبه انها تكون زوجه ثانيه. يعني هي كمان الست ما بتتخطفش بالظبط. لا هو يعني بيتخطف، انا معاك. تبقى زوجه تانية غصب عنها. لا هي بتتخطف ولا هو بيعمل ارادتها. هم عارفين داخلين على ايه، طلب على اساس عارفين على داخلين على ايه، وايه التنازلات المفروضه من كل الطرفين لو عايزين. وعارفه ان الاولانيه واخده 3 ارباع قلب مش نصه كمان. وفي ناس اللي شايفه ان هي معاها ماديا كويسه فبيقول لك افتح بيت واثنين وثلاثه واربعه. انا ضد الفكره وتحترمي. انا ما عندناش. لا بس انا ايه المواقف السلبيه اللي انت شفتيها؟ غير ده موقف فاطمه يحترم في قصه. طبعا حضرتك تحترمي استاذه عبير، واكيد احنا مش ضد الزوجه الثانيه، كل واحد ادرى بظروفه، لكن فكره ان انا ارفض
برضو يحترم. ايه المواقف السلبيه اللي انت شفتيها؟ مفيش يعني، انا جت حد عندي يمكن دي اكتر حاله عندي وجعتني، يمكن انا عايشه نفس ظروفها يعني. هي بقى لها فتره حوالي من غير خلفه، حوالي 12 سنه ولا 11 سنه او ممكن ازيد كمان، وهو عايز يتجوز وحقه، في دي حقه. بس لما جيت قعدت معاها لقيتها بتقول لي يعني خلاص الموضوع تمام، يمكن انا يمكن ومشيت في الموضوع، يمكن مشيت في جزء منه، وفي الاخر وقت لقيت نفسي بنسحب وقلت للبنت انا مش هقدر اتصدى، لانها بتقول لي بكلمها، انا قعدت معاها قعده عاديه، بتقول لي انا بحس بنار في قلبي مكويه، يعني ما بالك ان دي اللي حتى يعني هو ليه حق ان هو يعملها، شوف هي عامله ازاي، ما بالك بقى الثانيه اللي مؤديه كل واجباتها والدنيا تمام ومبسوطه وما فيش اي حاجه. قصدك يعني تقولي ان هم هيغي، ان هي غيرانه، الاولانيه غيرانه، الاولانيه مش غيرانه، موجوعة ان حب عمرها واللي كبرت معاها، بس عندها مشكله ان هي ما بتخلفش حرام. طيب يعني انا بقول لك شوفي ابسط حقها. طب يعني ما هو انا قلت ان هو حق، بس ده مش حقه يعني، من حقه وبالخطبه ومن غير الخطبه هيتجوز. ايوه يعني هو بس انت عايشه، انت قلتي انك عايشه نفس الظروف، انت ما بتخلفيش؟ لا لا معيش لسه اولاد. انا بقالك قد ايه متجوزه؟ داخله في 13 سنه. وجوزك؟ الحمد لله معايا. لو فكر انه يتجوز عليكي؟ لا لما يفكرش معاه قمر. لا ثانيه، ليه ما يتجوزه؟ حب عمري. هل انت مقتنعه ان انت مدياله الحقوق بتاعته؟ هل هو مش من حقه انه يبقى عنده اطفال؟ جوزي ليا صاحب واخ وحبيب. هل هو مش من حقه انه يبقى عنده اطفال؟ ما بالعكس، انا لو هو يعني قدر يعملها انا سالته، ما اكيد مش هيعملها يعني. متاكده؟ متاكده. امال هي رب الزوجه الثانيه؟ ايوه يا رب. ايوه برافو عليكي، هو ده المبدا، هو ده المبدا. انا من اولها ما اجيبش لنفسي وجع دماغ عشان محدش يقول لي اشمعنى. انا ممكن اتجوز زوجه ثانيه لان اصلا الدين بتاعنا بيقول كده، مثنى وثلاث ورباع، بس في ظروف معينه، زي ما بيقولوا مثلا في الخلفه تكون مريضه. ايه اكتر موقف انت تفتكرهن زي ما هم قالوا كده استوقفك في طلب العريس او العروسه؟ او العروسه يعني العروسه انت ولا حد قال لي العروسه في ليها طلبات حاجه غريبه؟ لا العروسه عايزه غني، مش مهم سنه. يا اقسم بالله اهم ولا نقطه مش كله بلد. ولا شكله ولا طيب ولا اي حاجه ولا احنا حاجة. كنا زمان بنقول يكون عنده دين وعنده اخلاق لا دلوقتي هو هيجيب لي ايه، عنده ايه، هيعمل لي ايه. ايوه غني، اقسم بالله. غني ولا جاهز؟ غني وجاهز. ما هو الغني هو اللي بيبقى جاهز. يعني بسالك سؤال، يعني انت جوزتي بنات صغيرين لحد كبير هم موافقين عليه ان هو اكبر منهم في السن مجرد ان هو معاه فلوس؟ لا، بنت جات لي عندها 20 سنه كانت متجوزه واحد عنده 50 سنه، وبعد كده جات لي مطلقه. فانا بقول لها ايه سبب الطلاق؟ ما انا عايزه اعرف. قالت لي انا كنت متجوزاه عشان الماده، هو جاب لي شقه وحط لي فلوس في البنك ومش عارفه ايه، بس انا ايه طلعت ببيبي. اوكي. قلت لها طب انت طلقتي منه ليه؟ قالت لي حسيت بعد سنتين اللي فرق السن في الفكر وفي التعامل وفي الشخصيه مختلف كلي وجزئي. قلت لها طب انت استفدتي ايه من الجوازه؟ قالت لي طلعت بقى عندي شقه وعندي عربيه وعندي فلوس في البنك. قلت لها هي دي الاستفاده الوحيده اللي انت استفديتيها؟ قالت لي ممكن اتجوز اي جوازه تعجبني. ويتجوزها طمع فيها بقى. اقسم بالله هذا حصل. لا وبنت 20 سنه. طب فكر البنات دي تركيبه مش سويه ومش لازم تبقى مع الناس كلها. اسمحوا لي اكلمكم على الحموات. ايوه سبب الطلاق. ايوه المهم انا جايه لك. ايوه قولي لي بقى، انت قلتي ان الحموات هم اسباب الطلاق. قبل ما نخش على الطلاق انا عايزه اعرف الحموات بيتدخلوا في الجوازه عموما، في العريس شكله عامل ازاي، في العروسه؟ مش كل الشخصيات. هي عايزه الام عايزه تستر بنتها بشهاده حلوه، بشقه، بتعليم، بعيله، اهم حاجه العيله. دي تستر بنتها. دول طلبات الامهات. دي طلبات الامهات. العريس عايز واحده بنت ناس بس. جبتي عروسه وانت والعريس والام والحما هنا واحده فيهم، مش هحدد ام العريس او ام العروس، دقرومه هي اللي بتنقي لابنها. لا دقرومه هي بتدخل في كل حاجه. دي تخينه، دي رفيعه. يعني لا طب ما ابنك فيه برضك تخين وقصير. يعني لسه الامهات ام الولد هي بتشترط هي السبب، هي بتبقى السبب في طلاق البنت.